الآن سوف ننتقل من المرحلة الثانية للخطة الأمنية. الخطة الأمنية في عدن في مرحلتها الثانية، وهي المرحلة التي لن تقبل الحكومة فيها بوجود أي جماعات مسلحة في العاصمة المؤقتة. هذا ما قاله نائب الرئيس ورئيس الحكومة خالد بحاح. المرحلة التالية بدأت للتو وفي شوارع المنصورة تحديدا، وهي الأماكن نفسها التي شهدت معظم عمليات الاغتيال التي استهدفت عددا من القيادات الأمنية وقيادات المقاومة وصارت مأوى لكثير من الجماعات المسلحة والمتطرفة خلال الأشهر الماضية. اشتباكات عنيفة بين قوات أمنية مسنودة بوحدات من المقاومة وبين عناصر مسلحة عقب محاولتها استعادة بعض المواقع التي تسيطر عليها تلك الجماعات في مديرية المنصورة. وذكرت المصادر أن الاشتباكات امتدت من المدخل الشمالي للمدينة إلى جولة كالتكس وبعض المناطق القريبة من مبنى المجلس المحلي، وتوسعت لاحقا إلى المناطق الجنوبية من المديرية. وبحسب مصادر أمنية، فإن طائرة تتبع قوات التحالف العربي قصفت مواقع المسلحين المتمركزين في المجلس المحلي لمديرية المنصورة في الوقت الذي لا تزال الاشتباكات تدور بين الوحدات الأمنية وبين المجموعات المسلحة التي تسيطر على عدد من الأحياء السكنية والمنشآت الحكومية في المنصورة منذ تحرير عدن في تموز يوليو الماضي. مدينة المنصورة التي كانت ساحة لمعظم عمليات الاغتيال ومركزا للجماعات المسلحة ومقرا لأعمالها، يبدو أنها على موعد جديد للخلاص النهائي من جماعات الموت والإرهاب، فيما تبقى الكثير مما يجب على الحكومة فعله.